مين عاش مباراة أهلي والزمالك يا كابتن هيثم؟ أنت حضرتك لعيب وعارف. صح. مين عاش ليلة مباراة أهلي والزمالك؟ تبقى الناس كلها قاعدة وأنت الراجل اللي قاعد جنبي ده لغاية 3 الصبح. أقول لك يعني مش قادر أقول أسرار لأن إحنا داخل الكواليس زي ما بنقول. لكن جايب ماتشات حضرتك بقى لها سنتين ثلاثة بيجيب وظائف لعيبة واخد بالك بقى لها سنتين ثلاثة مطلعها ومقطعها. لو تشوف حضرتك الكراسة اللي داخل بيها يمكن اخواتي تامر وجمعة يبلهوك داخل بكتيب. عايزين بقى احنا الكتيب ده معلش يا كابتن خالد بقى احنا محتاجين يعني لو يدينا بس مش مشكله احنا ممكن احنا بنقبل الصور برضو يعني ممكن صوره ونبتدي نشوف بقى خلاص بقى اخش على يعني ما انا عايز يا كابتن تامر يعني الاجنده دي معاك ولا مع كابتن بحاول بيوريك ايه اللي في الاجنده؟ لا طبعا هو بيوريني بس بعد المحاضره بعد المحاضره بيديني شويه ورق قد كده اتفضل خلاص بعد ما يخلص المحاضره طبعا الكابتن ميدو هو والكابتن احمد سعيد كل مباراة احنا متعودين على كده بيبقى في شغل وفي سكاوتنج وماتشات التقيلة بقى تلاقي اللوحة اترسمت الشاشة طبعا ورق قد كده. يعني كابتن محمد مش هيقول لي الحاجة دي يعني مش هتكلم عن نفسه يعني وانتوا داخلين على ماتشات جامدة قول لي البروتوكول اللي بتعملوه بتقعدوا قبلها تقعدوا ايه كجهاز فني تعملوا ايه بتفكروا ازاي تعملوا ايه دفاعا وهجوما في يعني انت بهجومك ايه واستقبالك يعني بتعملوا ايه؟ هي بدايه طبعا النادي ما بتاخرش علينا في معسكر الكابتن مطلوبه في الماتشات المهمه اذا كان يوم او يومين طبعا الكابتن خالد بيقوم بدوره بحجز الفنادق مع اداره النشاط الرياضي مشكورا ما بتاخروش علينا في اي حاجه طبعا الكابتن محمد مصلحي بيحط برنامج لليومين او الثلاثه سواء تمرين الصبح او كل يوم على الجروب بتاع الفرقه فطار الساعه كذا تمرين الساعه كذا محاضره الساعه كذا تخلص جلسات مع الدكتور طبعا كل الحاجات دي كل يوم كابتن محمد مصلحي بيكتبها على الجروب طبعا كلنا ملتزمين من كبير الكابتن خالد لعامل الغرفه كل الكلام ده كتب على الجروب وبتنفذ نيجي بقى في دور المحاضره زي ما حضرتك بتقول على الورق الكلام ده كله طبعا الكابتن محمد مصلحي بيكون قاعد ما شاء الله عليه يعني بالبوم. هو بيجهز الكلام ده قبل ما يقعد معاكم يعني طبعا هو لوحده الاول هو المحلل احمد سعيد وبعد كده اجتماع مع الفرقه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا المحاضره بالكامل بكل بونت لعيب بتبقى قد ايه وقت المحاضره والله هو الماتشات التقيله ساعات الكابتن محمد مصلحي بيقسمها لكذا جزء عشان الناس زي ما الكابتن خالد فصل قبل كده مش عايزين ندخل في الكواليس انما احنا بنجيب كل لعيب ماتشين ثلاثه عمل ايه في الماتشين ثلاثه نسبه ايه احتمالات ايه كل الكلام ده طبعا الكابتن محمد مصلحي وبتقسموا المحاضره على اجزاء طبعًا لان هو يعني زي ما بيقولوا في مثل كثره الكلام ينسي بعضه فانتوا ممكن تبقى المحاضره ساعتين فتيجي مثلا اللعيبه اخر نص ساعه فصلت منك او اخر ساعه فانتوا بتحاولوا تجزئوها بحيث ان ايه هو بيجزئها بس انت برضو ما تنساش نادي الاهلي فرقه تقيله الحمد لله لعيبه على مستوى طبعا. عالي دولي عارفه يعني ايه محاضره عارفه يعني ايه كابتن محمد صلحي بيشتغل على كل لاعب نسبه ايه بتتقسم الكلام ده طبعا عشان ما تضغطش حضرتك زي ما انت بتقول المحاضره يبقى ليها طول وقت محتاج وقت اللعيب ينام فيه طبعا ياخد وقت محتاج وقت ان هو يعمل جلساته طب انت ما بتضغطش كل الكلام ده يعني ممكن تاخد مراكز مراكز تقعدوا معاها تاخد لاعب معين قبل ماتش مهم تقول له حاجه كده على جنب سيبك من الحاجات الداخليه بتاعتي انا وجمعه طبعا انا بقول كده عشان كابتن مصلحي مثلا ايه عايز يكلم فلان جمعه روح على الراجل ده بقى تايجر معاه مثلا يومين فاحنا بنشتغل الكلام ده طبعا خلي بالك الاسيستنت دايما بيبقى بيجوا مش عارف كابتن محمد يبقى يعني يتفقنا ناحيه نفسيه يعني في دور انت بتبقى مهم جدا مع اللعيبه نفسيا ان يبقى في ثقه اللي ما يقدرش يقوله كابتن محمد مصلحي يجي يقول لك انت أيوة فلازم انتوا عليكم دور مهم جدا